الله يسمح لنا من الوالدين والله القسم، الله يسمح لنا منهم. يعني كنشوف امهات فايقين في الصباح بكري باش يزوروا ابنائهم المعتقلين، امهات فايقين في الصباح الباكر من اجل زياره ابناء ديالهم المعتقلين في السجن المحلي اللي عايز فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يدير لهم الشوال ديال الخير. كنشوفوا معنا امهات فايقين في الصباح بكري شادين الصف الضو مازال ما طلعش، كل اللي جا من طريق بعيده باش يزور ولدو ولا بنتو المعتقله. فالانسان انا كنقول لكم عافاكم قبل ما يرتكب اي فعل اجرامي يخمم، كوك 100 تخميمه تخميمه ولا ضربه بالمقص. هذه ضربه المقص للوالدين، ضربة مقص لراسك، يعني الوالدين كتهرسهم وكتهرس حتى راسك. كل اللي جاية هزة معاها الرضيع ديالها وجاية تزور الزوج ديالها. كاين أمهات غادي يمكن اللي كبروا في السن ومع ذلك باقيين كيجيو يزوروا أبنائهم. كل اللي جاية من طريق بعيدة كل اللي جاية شادة مسكينة من طريق بعيدة من مدينة أخرى باش تزور. شوفوا معنا المسكينة الأمة اللي جاية محملة ومتنقلة باش تزور ابن ديالها المعتقل. صراحة بحال المناظر هادو كيضرو في الخاطر. شوفو دمو الطاكسي داش كيدير، شوفو شوف 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 خد مول الطاكسي داش كيدير. رقم الكريمة مول الطاكسي كيدريفتي قدام سجن عكاشة. مول الطاكسي كيدريفتي قدام سجن عكاشة، يعني في حالة غير طبيعية جا كيدريفتي قدام سجن عكاشة. شوف 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 هادي مشا مع الناس كي قدو القفة ديالها.